حالي مع المشكل طاحش من 5 ميطاج تهرست من الدار ديالي. ديك الساعه اش معيش لابيلون جرى على الناس وزني غير بالطوموبيل ديالو. من بعد خرجت من كلينيك 15 يوم عطاني واحد 1000 درهم شريا دواء من تما ما عقلش عليا. كيوا انت كتخدم معاك يقولك رانا عندي كراري بيك وام ديك راري بيك لوال. انا هاد النص من طحت سبحان الله طحت رجليا مبقيتش كنحركهم بحال قطع شي خيط ديال الضو. السلام عليكم خوتنا المتابعين، معكم بن عيسى الغزوي اللي كيسكن سوق 3 الغرب اقليم قنيطره في عمري 29 سنه. انا خويا كدرت واحد الحادثه في 2017 في شهر 11، كنت خدام في الملي مع واحد المقاول، كنت خدام معاه صافي من خدمت وقع لي مع المشكل طحش من 5 ميطاج تهرست من الدار ديالي. صافي هزني هذيك الساعات لا بلا بلا ولا حتى شي حاجه، وراه خدام معاه شي مده جايه شي مده 4 سنين وانا خدام معاه. ما عمري وقع لي هذا الشيء، ما عمري ماشي كنقول لك على الخدمه والدار صافي. هي هذيك وقع لي معاه المشكل من طحت من 5 ميطاج تهرست من الدار ديالي. كنت خدام معاه من طحت ديك الساعات معيش لابيلون جرى على الناس وهزني غير بالطوموبيل ديالو. هزني انا مهرس وهزني من يدي رجليا حاشاك بحال شي حيوان حاشاكم. هذيك الساعات انا سبحان الله ما غيبت لا والو، باقي عاقل على كل شيء. من 5 ميطاج ما غيبت لا حتى شيء. كان واش نقول لك، راه كنبقاش غوت بقيت كنغوت في كاش توصل للارض. راه شوف شكا واحد البيضه اللي رخيتيها من يدك شوف شنو كيطرى عليها. الحمد لله من لقينا حيين صافي. هذيك الساعات هزني غير بالطوموبيل ديالو داني للكلينيك دار لي عمليه. من بعد خرجت من كلينيك 15 يوم عطاني واحد 1000 درهم شريا دواء من تما ما عقلش عليا. ولا كيقول لي هاد السيمانه غنعطيك، هاد الشهر غنعطيك، هاد السيمانه غنعطيك، الوعود الكاذبه عام وانا تابعه عاود الناس. كيوا انت كتخدم معاك يقول لك رانا عندي كراري بيك وام ديك راري بيك لا والو، انت خدام كتحب راسك راه تام ديك راري بيك وام كاينه والو، حيت ما عندوش لاسورانس خايف وما بغاش يديني للسبيطار ديال الدوله هو. مش فهمتش حيت لا دخل تما يقولوا راه لا كارطه راه داني الكلينيك هذيك الساعات هو فهمتش دلي العمليه في كلينيك. هي هذيك من خرجت انا من خرجت بعدا من جلست في طنجه 15 يوم خرج قال لي الطبيب ما يمكنلكش تمشي تتبقى تكمل تنشوف الطبيب. هي هذيك جاب الله لقيتها واحد الناس في طنجه جلست عندهم الله يطول عمرهم مده 3 شهور وجمعت شي بركه العائله وهذه مول 200 درهم مول 500 درهم درت الترويض تما شهر ديال الترويض 200 درهم الحصه يوميا كيجي عندي وليت فتح حسون تالت لي الفلوس صافي. الطبيب قلت له واش يمكن لي نمشي بحالي للبلاد قال لي يمكن لك تمشي. من جيت بحالي لدارنا مع ساكنها في العروبيه مدينه 15 كيلومتر سوق الاربع باش تدخل لسوق الاربع خصك ترونسبور باش تدير الترويض لابيلونس كاين لابيلونس لا حتى شي حاجه بغيتي ديها خصك تخلص. انا ما عنديش لقيت صعوبات لقيت يعني معاناه كثيره بقيت حابس الترويض ما كندير ولا حتى شي حاجه. انا صافي من طحت هذيك الساعات هزني يعني عاد لي الكلينيك. انا هذا النص من طحت سبحان الله طحت رجليا ما بقيتش كنحركهم بحال قطع شي خيط ديال الضو. حتى انا ما غيبت لا والو سبحان الله عاقل على كل شيء. صافي رجليا ما كنحركهمش هذيك الساعات الحقت تما برد في الدم عاد بديت كنغوت. جا الطبيب شافني قلبني قال لي هذا مهرس من الدار صافي. جلست واحد النهار بعد غدا داروا لي العمليه قال لي هرسه ديال الدار داروا لي الحديد في ظهري. ومن بعد صافي هذيك الساعات من جيت انايا بحالي تمايا للبلاد عندنا بقيت معاناه كثيره لي كوش السولداج كتحسر مع ثلاثه الليل ربعه الليل قلب الترونسبور شي واحد اللي يديك تصوني ليه التليفون المطفي ولا اش نقول لك. راه واخا كندوي معاكم دابا خوتي راه القلب ديالي كنتقطع راه عالم بيا غير الله. يا هذيك كتحصر ما عندك ما دير صافي كتقدر براسك مع الحيط خصك تعيط الترونسبور اللي يديك السبيطار تبدل السولداج. هذاك السولداج كاينه بغا شي خصك تشريه من الصيدليه عندي ليكوش عندي ليسكارت ياب دابا انا حاشاكم دابا مفروع من اللحم ديالي من هنا
الفرم اللي كيجي عندي يوميا كان كيداوي ليا 100 درهم، دابا حبسته ما بقاش كيجي لعندي حيت تكلف بزاف عليا وانا اللي كنت خدام على دارنا. الترويض اخويا تما عندنا في الكيني راه باين الكيني ديال العياده 100 درهم الترويض. خاصك دابا انا كنلقي يعني غير يومين في السيمانه ولا ثلاث ايام في السيمانه ولا غير نهار تعاون به. ولكن دابا تقطع تحت في مشكل اخر اشنا هو، ولا عندي ليسكار، ليسكار خصك تداويه ثاني. وليش كنقول انا الدواء من ليسكار يعني تفرعش من اللحم ديالي من هنايا حاشاكم. وعندي ليكوش كنديرو حاشاك، راه غير ليكوش ما كنلقاش بعد الخطره باش نشري ليكوش. انا الكبير وكبير والله، انا اللي كنت خدام على دارنا، انا الكبير عندهم كبير والله. والوالد اللي كيصرف عليا دابا حيت خدام خدمه تما ديال العروبيه راه انت عارف، ما حيرتو المصروف، ما حيرتو الدواء، ما حيرتو ليكوش. بعد الخطره ما كتلقاش باش تشري ليكوش، يعني كتقطع يعني كما كيقولوا قبح الله والفقر والله العظيم. يعني اش نقول لك، اليد قصيره والعين بصيره كما كيقولوا والله. وعلى السبيطار دابا بغيت نخرج، خصني نجيب دابا شي صديق من الدراري اللي لقيته جالس، دراري صحابي اللي كنعرف كيهزني ويدفعني هو اللي يديني، ما نقدرش نتنقل بوحدي دابا. وخصك ترونسبور ومثلا شي طاكسي ولا شي حاجه، طويق الكاروسات تجلس بغيت دير على الترويض تبقى كتساين تمايا. يعني انا كون لقيت مثلا اش نقول لك، انسان انا دابا في واحد النفس، انا كنت خدام ما خليتش شي بلاصه في المغرب، كنخدم الحمد لله بكتافي بكدا الطرف ديال الخبز فين ما كان. انا دابا في واحد النفس، انا ما كرهتش كنقول دابا شي بيعه وشريه، واخا شي محير ولا شي واحد يقدر يساعدني ندير شي بيعه وشريه لراسي بحال هكا بكروستين بيع، واخا غير طابله ديال الديسير. وما نبقاش يعني نقول لبنادم راه انا خصني وانا خصني، يعني شنقول لك، انا راه كنهضر وحشمان والله، راه معلم بيا الله، ولكن راه واصله لي العظم يعني. واش فهمتي؟ كنا جداد خوتنا المحسنين الله يرحم ليهم غير الوالدين، وتكون مقبوله عليهم ميزان الحسنات. اللي بغى يساعدني باش ما كان، يا بالترويض يا بليكوش يا بالدواء يا بشي حاجه يساعدني، يدير لي غير شي طويبله ديال الديسير نعاون بها راسي بحال كون نخدم نجلس في كاروسي اللي كان. الله يرحم ليكم غير الوالدين، كي نقولوا بالرحمه المحسنين داخل المغرب وخارج المغرب، الله يرحم ليكم غير الوالدين وتكون مقبوله عليكم ميزان الحسنات. كان صوني لي ما كيجاوبنيش، صافي ما بقيتش حامل نصوني عليه. الكذوب كنت كنصوني عليه مده عام وانا كنهضر معاه ما بقاش كيجاوبني. واخا كنصوني عليه عشيه الوعود الكاذبه، كرهت راسي نولي نصوني على داك السيد، الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار هذا. وعتمشي عنده البلاصه يعني مشيت البلاصه كيعدير، عاد شي خصك تكري طوموبيل، ما عنديش تكلف ديال هذاك الشيء. تكري طوموبيل بغيتي تمشي تشوفيه ولا تقلب عليه، خصك تكري طوموبيل وفي عاد تلقاه. ها هو هنا. وانا بغيت نكري طوموبيل خصني 80 الفرنك باش نمشي لطنجة. انا الطبيب ديالي ما بقيتش مشيت عنده عامين هادي باش نشوفه، يعني المصاريف خصني. دابا عاطيني راديو والله ما درتو والله العظيم. كنتمنى هذا الفيديو هذا اللي شافوه يبارطاجيه مع العائله ديالو مع الاصدقاء، والله يرحم لكم غير الوالدين وتكون مقبوله لكم ميزان الحسنات. اللي دار شي حاجه يديرها مع الله سبحانه وتعالى. اي واحد نطلب ليه غير الصحيحه ديالو اخوتي، الله يرحم لكم غير الوالدين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.